قبل ما يعمل داني الاستاذ ايهاب توفيق، فعم حميد الشاعري قال عليه كلمه هو ما عرفهاش بس انا عرفتها من الاستاذ حميد الشاعري. قال لي وديني الله، كان بيمتحن مع واحد كمان يعني، وديني الله قال لهم الزمره دي هتنجح وتكسر مصر، وحصل. عايزين سقفه للدكتور ايهاب توفيق. الحمد لله سقفه كبيره. احسنتم.